مساء الخير، ورجعت لكم تاني ونعمل فيديو جديد سوا. هنتكلم النهاردة عن مقشار البطاطس. سلاحه ستانلس ما بيصديش، بجد عايش معايا بقاله سنتين وتحفة تحفة. عايز اقول لكم البطاطس دي انا كنت شايلها في تلج البطاطس بقالها شهرين وزي الفل، يعني زي ما انتم شايفين كده. انا بقشر بالمقشار ما بيعورنيش وبيقشر في منتهى السهولة زي ما انتم شايفين كده. اختراع فظيع بجد، رغم من ان هو حاجه صغيره بس امكانياته رهيبه. في جزء كمان هقول لكم بعد ما اخلص في المقشار، الجزء ده المدور ده عشان خاطر لو في حاجه يعني عقد كده موجوده جوه البطاطس اقدر اخرجها بيها، بس انا ما عنديش في البطاطس مشكله. بس هو يعني جميل جدا ونازل بعرض حلو في الفراير في الاسبوع ده، بجد يعني ما تفوتوش، ما فيش خالص حاجه يعني، البوكسات على زي الفل. وبجد يا ريت تلحقوا العرض الاسبوع ده وتجيبوه.